الله جانا واحد من هالحايل اخطانا عليه في ديرته. كيف اخطيتوا عليه؟ والله اخطانا عليه حكانا مو ترى يبي يلف وحكانا. لا يكون شمري. قال انت من المشاهير قلتي. قال روح ومسموحي. على الحرام الله. لو انا مصادم من على هني لابسي. يا ولد شفت مال موت انا السيارة ما دان يجي اشي. إيه؟ لو باسمي عطيت هي. لكن تمون هو باسمك اشوف. يا ولد الرجال قال يا ولد. انت من المشاهير. إيه؟ غانم. روح والله لو انكم ما ادري شو مسوي بيض الله وجهه الله يبيض وجهه ووجهك حايل كله الله يبيض تصدي وشني مالك لو مريت من عند الكومودينو طبقت باصبعك الصغير هذيك اللي تعور فجأة الله يقطع شعورك هالحايل كريمين حتى احنا مخطين عليهم حتى احنا كريمين هذا ابو ربيع هذا اللي الناس اللي تعدوا ال 50 من صبح وما في ظهر الموت هذه ترى صراحه ب 24000 الصدام اي والله إيه؟ بالامانه ب 24 لا 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 دقيقه اصبر اصبر ما هو ب 24000 اذا في شيء انا اوديها بنفسي انا اعرف الاتراك ب 1500 ريال اسويها ابيك تسوي عند حلواني ما هو بديدسن هذا يا مخلد عند حلواني الصدام كامل يا ابو عبد الله الصدام كامل؟, كامل لازم يغيرون الشمعات هذه ب 64 الشمعات لي وش فيها؟ الشمعات لا مع الصدام تجي يا غالي انقلع يا قلبي يا غازي والله والله ما بنا تغيير ابى تدري وش ابى؟ وش تبى؟ يا اخوك العالم هذا اللي تعدت الاربعين لا تشيلها مع الخطوط خلها تروح لها لو عندي مثل الابو ذا ما عدب ولا حاجه في الدنيا انا يا اخوك العالم هذا اللي تعدت الاربعين لا تشيلها مع الخطوط خلها تروح لها لو عندي مثل الابو ذا ما عدب ولا حاجه في الدنيا انا قلت فلوسنا خذها النص من السنه وياه ما تفاهم انت مع الرجال اقول والله انك تعطي العطايا من ضارب لا تحلف يا مخلد لا تحلف على الرجال رفيدنا ولا انا بنكلف عليه مودينا ب 500000 يا غازي ب 60 ما كمل شيء انت تبغى تطلع انت زادت قال لي تشري شقق وراضي وكل مكان والله طلع صار مدعم يا اخوان انا فازع لك انت ولدك تبغاها ولا لا 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 ما انا بفزعك ان شاء الله اسمع ان شاء الله ما انا بكتب ان شاء الله يروح ثالث استغفر الله من الذين تدري يا ابو محمد نعم يا ابو عبد الله انت سلم بس انت وشيابنا والباقي على الله خلاص خلاص هو ما تعور اللي صدمته لا ما تعور الرجال قال انتم العتبان يوم صدمنا الحين نزلنا والله إيه؟ متعور السياره وسلف اي والله انها حاصل لها مش والله متعور حاصل لها مش لا حول قال انتم روح والله يسر عليكم كنا عطنا رقم جوالك شيء اللي تباه بعد بتاخذ رقم جواله قال روح ما منكم شيء الله يبيض وجهك يا ابو محمد انت بعد لا ترز في بعض الصدمه هذه 200 ريال غلطان 200 ريال في السمك اللي عندنا في المدرسه يسوون سيد فوزان سيد فوزان يا ولد هو ما انا يعني احبك لا تخليني حق ذلك ما ابن احسان 30000 كفو ما دامك تحبني كفو شوف لا تسلب لا تسلب ابكي على ما جرى لي يا اهلي قلبي انا بالمحبه مبتلي الله ولا حصل من يحل المشكله وما نعم العود انا لي حصل من يحل المشكله وما نعم العود انا لي تتلألأ ثقيل لطيف جسمك لطيف ما شفت انا لك وصيف صلوا على النبي اقسم بالله ان وقفتكم هذه ومزوحكم هذه انها تسوى عندي جيوب روز رايز ثلاثة مواقف يا خال يا خال تدري ايش يبالي هذا؟ ملعقتين خلطة ها؟ ملعقتين خلطة والله لتنسيق اي والله صحيح صحيح اغنية النجوى نجوى؟ اي تقول حط اصحابك في الغربان والله لو بتغرب